منبدأ أخبار الفوتوشوب مع النايب وليد جنبلاط اللي عم يطرح النايب هنري حلو إنه توافقي وما حدا بلبنان ما بيحبه، أما بينه وبين نفسه فهو بيطرحه هيك. ومنكمل مع النايب وليد جنبلاط اللي منعرفه هيك، ولكن من بعد ما وصلت له مذكرة التوقيف السورية صار هيك. أما الطرح اللي أدهش قسم من اللبنانيين فكان طرح لعماد عون لفكرة الثلاثي القوي. هالثلاثي هو نصر الله، عون، والحريري. أما بعد 25 أيار والفراغ فمنتوقع التالي للمرشحين الأبرز العماد عون والدكتور جعجع. الجنرال رح يكمل بخطواته الانفتاحية نحو تيار المستقبل ومش عارف شو ناطره. أما الحكيم فباقي ومتمسك بترشيحه لأنه واثق أنه كرسي بعبدة لإله ولو بعد عمر طويل.